الشغل في دبي من يوم ما جيت الامارات والناس بتبعت لي تسالني الشغل في دبي ايه اخباره، المرتبات في دبي اخبارها ايه، في شغل متاح ولا مفيش شغل، لو جينا ممكن نشتغل ايه. فخلينا في الفيديو بتاع النهارده هكلمكم عن الشغل في دبي لانه موضوع مهم جدا جدا جدا. يلا بينا. طبعا يا اصدقائي انا مش شغال في دبي زي ما انتم عارفين، انا مغامر رحال بلف العالم، وشغلتي دلوقتي ان انا بلوجر بلف العالم، ولكن هكلمكم من واقع خبرتي وتجاربي. يعني زي ما انتم عارفين جيت الامارات اكتر من مره وقابلت ناس شغالين هنا عرب من جميع الجنسيات شغالين هنا وعندهم تجاربهم، واتكلمنا مع بعض عن موضوع الشغل ومرتبات وبيشتغلوا ايه وهكذا. فهكلمكم من واقع التجربه دي ومن واقع الخبره دي. شغل يا اصدقائي في دبي مش احسن حاجه ومش سهل اطلاقا انت تلاقي وظيفه هنا، وكمان المرتبات عكس ما الناس فاكره مش عاليه قوي. ما تعملش المقارنه ما بين عمله دبي اللي هي الدرهم الاماراتي بعمله بلدك وتقول مثلا ده الدرهم ب 8 جنيه مثلا مصري، فلو خدت 1000 ولا 2000 درهم يبقى انا كده معايا 16000 جنيه، فالدنيا كده ايه زبادي في الخلاط. ما تحسبهاش كده، اوضح لك واحده واحده. اولا نيجي للشغل، انا قابلت مثلا حد مصري شغال هنا في دليفري في مطعم يعني كبير وليه اسمه شركه عالميه، يعني مش حاجه كده محليه، وشغال بقاله 8 سنين تمام. بياخد كام؟ بياخد 1800 درهم، بياخد 1800 درهم بقاله 8 سنين. 1800 درهم دول ولا حاجه، ما تترجمهمش او ما تحولهمش للجنيه المصري، عشان هقول لك ليه دلوقتي. حد تاني برضو شغال في المطعم بس شغال جوه بقى في المطبخ وشيف وهكذا بياخد 2000 درهم، حد تاني شغال سكيورتي بياخد 2000 درهم، واحد صاحبي كان شغال هنا مهندس بياخد 4000 درهم. هي دي مرتبات، يعني انت بتتكلم في افريج العادي. لو انت هتشتغل شغلانه عاديه في مطعم في سكيورتي في حاجه عاديه في دليفري الحاجات العاديه دي، الشغلانات اللي هو اي حد بيشتغلها من غير شهاده من غير حاجه، دي بتلعب في رينج ال 2000 درهم، ممكن تزيد شويه فوق وتقل شويه تحت. حاجه بشهاده هتبدا مثلا معاك 4-5000 درهم في الحدود دي، ممكن لما انت تقعد وتثبت نفسك وتقعد فتره طويله هتاخد اكتر، ولكن بتتكلم في 4-5000 درهم. تعال بقى نترجم، لو انت دلوقتي اجرت سكن، سكن هنا غالي جدا 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 يا جماعه. اولا يعني نادر قوي 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 لما تلاقي حد هنا مأجر سكن واخده لوحده، حتى لو استوديو هنا بياخدوا حاجه اسمها شيرنج. يعني ايه شيرنج؟ يعني تخيل مثلا اوضه فيها 4-5 سراير، اوضه فيها 4-5 سراير وفي اوضه ثانيه، يعني انت شقه اوضتين كل اوضه فيها 4-5 سراير مشتركين في المطبخ في الحمام في الكلام ده كله، وبتدفع في السرير مثلا 1000 درهم او 900 درهم على حسب المنطقه اللي انت فيها. لو انت هنا في دبي مثلا بتتكلم في 1000 وشويه، 1100 درهم 1200 درهم 900 درهم، ده لما يكون ايه المنطقه بعيده شويه متطرفه في دبي، بس متطرفه ولسه هتركب مترو وهتاخد مواصلات. لو انت رحت مثلا الشارقه، الشارقه دي جنب دبي بالظبط، فالناس بتروح هناك تسكن هناك عشان هناك الدنيا ارخص شويه. بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في 800 درهم في الحاجه اللي هي الشيرنج اللي زي دي، 800 درهم 900 درهم، لما تلاقي حته ميته خالص تلاقي مثلا 700 درهم. ده السكن لوحده، تخيل نفسك بتاخد 2000، مش هنتكلم في 1800، تاخد نفسك 2000 درهم بتدفع منهم مثلا خلينا نقول 1000 درهم سكن، بتاكل بتشرب بتركب مواصلات، احسب انت حسابك بقى هيتبقى لك ايه. هنا المترو بيبدا معاك من 4 درهم يعني 1 دولار. اكل لو دخلت مطعم مثلا تاكل واحد شاورما، واحد شاورما ده ب 10 درهم، تاخد برياني مثلا مطعم هندي ده ب 13-14 درهم. فيا جماعه اختصار شديد الدنيا هنا مش رخيصه لو انت شغال بالمبلغ القليل ده. السكن غالي، الاكل والشرب عادي مش غالي قوي مش رخيص، ولكن يعني بالنسبه لحد مرتبه او دخله 2000 درهم لا هيكون غالي. هاو ار يو برو؟ كان اي اسك يو سمثينج؟ هاو ماتش يو جيت بايد مونثلي؟ 15. Can you be on my video? Yeah? How are you doing? What's your name? India. All right. So you work here and you get paid 1500 dirham monthly. But this is not a lot, man. Is it enough for living? Living is not good, but maybe in future it will be get more. Maybe in future it will be more. Okay. How much you pay for rent? I pay like 700. 700, and it's shared apartment, right? Yeah. So how many beds in your room? Six. عنده ست سراير في الغرفة بتاعته بيدفع 700 اللي هو 700 درهم. Thank you, bro. Everyone wants to come here. Yeah. They think like they will get a lot of money. They will be rich driving Lamborghini, you know? Okay, bro. What about you? How much you get paid? 2000. Yeah. For how many years you have been working here? Three years. بياخد 2000 درهم وبقاله 3 سنين عايش هنا. Thank you, bro. طب يا جماعه يعني بالصدفه العجيبه انا بتكلمكم عن الاسعار والسالاريز والمرتبات وهكذا، شفتوا شابين شغالين دول شغالين هنا في الشاطئ في سكيورتي وفي مسؤول عن الشاطئ وهكذا، ودي مرتباتهم. فدي المرتبات هنا في دبي لو انت جايب شهادتك هتلاقي شغل، يعني الشغل مش مستحيل ولكن هتعاني. ممكن تاخد فتره طويله جدا 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 ما تلاقيش شغل، هتيجي فيزا عمل، فيزا قصدي سياحه اللي هي شهر او شهرين تدور على عمل هيخلص وانت ما لقيتش، فهتجدد لحد ما هتلاقي مرتبات قليله، فنفسك عايش في الدايره ايه اللي انا حكيت لكم عنها دي. في ناس بتيجي هنا وربنا بيكرمهم يفتحوا بيزنس وهكذا، في، ولكن انا بكلمكم عن الافريج، ما بكلمكوش عن
اللي هو الواحد في المية ولا اتنين في المية اللي ربنا بيفتحها عليهم ويبقوا حاجة كبيرة، وبكلمكوش عن اللي بيجي بقى وبيدور سنة وبيلاقيش، يعني بكلمكم في اللي بيجي بيلاقي بس بيعاني. ده الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى يكون وصل لكم يعني جزء من الصورة بتاعت الشغل في دبي. طبعا الامارات مش دبي، ها الامارات هم سبع امارات ولكن دبي يعتبر اشهر. دي الدنيا هنا، اكتبوا تحت في التعليقات ايه رايكم في الاسعار وفي العيشه، ولو انت تعرف حد قاعد هنا في الامارات اكتب لي برضو يعني ايه رايك، هو بيقول لك ايه الدنيا حلوه ولا وحشه، وانا غلطان في حاجه ولا كلامي كله مظبوط. لو انت جيت هنا سواء جيت هنا وعايش هنا اكتب لنا تجربتك تحت يا ريت، عشان الناس تنزل تقرا التعليقات تحت وتقرا الكومنتات تحت ويبقى عندهم صوره اوضح. لو انت جيت هنا دورت على شغل او جيت هنا سياحه ومشيت برضو اكتب لنا تجربتك. المهم شاركوا معانا تجاربكم وخبراتكم في الموضوع ده عشان نضيف لبعض معلومات ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. شكرا ان انتم شفتوا الفيديو لحد النهايه، لايك كومنت تحت، شير بقى الفيديو عشان الناس تستفاد. انا قلت بس اغطي لكم الموضوع ده لان جالي اكتر من 3000 رساله مثلا بيسالوا عن الشغل والمرتبات. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.